مين بقى اللي عازم نفسه على الغدا معانا ده؟ احنا بغير. بتغيري؟ انا ما اقدرش. بس انا مش غيرانه عليك، انا غيرانه على رنا. اه يبقى انا هضيع كده لو خشيت بينكم اضيع. طبعا. انا قلت كده برضه، الناس دول مش فاهمين ان انا اتجوزت. يا جماعه والله العظيم انا اتجوزت يا اميره، والله اتجوزت، افهموها بقى. معلش اصل كان في حاجات ضروريه ومهمه جدا حصلت وانا حاولت اوصل لك وما عرفتش. قال يعني مش قادرين يشتغلوا من غيري. ربنا ما يحرمنا منك. انا جايبه الورد ده لبدل مالك. ثانكس. عقبالك. ثانك يو. حياتك ان شاء الله. اتفضلي يا اميره. اتفضلي. اهلا وسهلا. يعني الاثنين اللي جاي رئيس الوزراء هيحط حجر الاساس للمدينه بتاعتنا. دي اخبار حلوه جدا. عشان كده عاوزين نجهز لليوم ده تجهيز جامد جدا. واحنا مش جاهزين ولا ايه؟ انا قايل من شهر. اهلا يا حبيبتي. اتفضل. ايوه ما احنا كنا مستنيين بس رئاسه الوزراء يردوا علينا ويحددوا لنا الميعاد. واحنا من امتى بنستناهم يحددوا الميعاد؟ احنا بنشتغل لحد ما يحددوا الميعاد. نديم، أنا متبرعة بكامبين المدينة دي سواء أوتدور أو ميديا. أنا متأكد إنك هتعملي كده. هو في كذا شركة مقدمة لنا أوفرز. أوفرز يا أميرة؟ بتقولك متبرعة. ما هم كمان متبرعين. حلو جدا. زيادة الخير خيرين. المشاريع الكبيرة دي عايزة كل الناس تساعد فيها. إيد واحدة ما تنفعش. في حاجة تانية؟ آه. طيب انا هقوم اشوف مريم، اتاخرت لي. اقعدي يا حبيبتي. اقعدي. اوكي. اتكلمي. اصل البوب جالك وكان عاوزك ضروري، كان بيحاول يوصل لك ومش عارف. ظاهر انه عارف حاجه بخصوص مكان مدام رشا.